قولوا امين. امين امين. يلا ابو حسان الله يسلمك. يا مرحبا يا مسهلا. الله يكرمك الجنه ووالديك ومن يسمع. ابو حسان، كثير من الناس الان يكثر من الشكايه حر 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 حر، ايش رايك؟ والله هو قدر الله عز وجل للحر. يا سلام. ومن الايمان ان ترضى بقدر الله خيره وشره، لا تشتكي الدهر، لا تشتكي الطقوس، لا تشتكي بعضهم يقول سوء الاحوال الجويه، ما يجوز ان الله تتهم الله عز وجل انه يجعل سوء في ملكوته جل في علاه، فالعاقل يقول الحمد لله على كل حال يتذكر بها فيح جهنم. اما انه حر ما، الحمد لله والله ان الانسان يعني يتذكر نعم الله، ينظر دائما بالشيء الايجابي في حياته. يا سلام. النعم لا تنظر للشيء الثاني، فانها احرى ان تزدري نعمه الله عليك. لكن خلينا نستشعرها من ناحيه ثانيه، بس انا قبل ما اجي اقول اللي عندي، خليني ايش رايك ابو علي؟ الكلام ابو حسان. لا، في اللي يقولون حر، ذبحنا الحر. والله يا اخي هذا من التذمر، وهذا الشيء اللي ما ينبغي ان يقوله الانسان. والله قل الحمد لله على كل حال، وكنا امس في برد، اليوم في حر، بكره كذا، فاحنا نتنقل ما بين شيء واخر، فينبغي ان نحمد الله على هذه النعمه. يا سلام. لو الانسان مريض او تحت المكيف المركزي في المستشفى، تمنى انه يطلع للحر ويشوف الحر ويشوف. اشهد بالله انك بطل. ولكن الحمد لله على كل حال، فاحنا في نعمه. اي والله. تقول شيء يا ابو حسان؟ اقول عجيب هذا الرجل، اللهم بارك، حقيقه يعني عنده معنويه عاليه، الله يبارك لابو علي في عمره وفي. جزاك الله. يعني اعتبره والله انا ما اجامله ايه من ايات الله في الصبر. صحيح. الله يجزاك. شوف يتكلم عن المرض وهو عنده وضعه، الله يلبسه لباس التقوى والعافيه. امين. معنويه عنده عجيب، يعني الله يوفقه ويسدد. امين. الله يجزاك خير ويبارك فيك. وش رايك يا شيخ ابو عبد العزيز؟ والله انا كنت اتناقش مع احد الاخوه في الوضع، احيانا الواحد يشتكي من وضع عنده، فقال الله عز وجل يقول بصوت كيف لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذه الحكايه عن النبي، وحكايه انك تعبت في مشوار ولا تعبت من الجو، حكايه على سبيل يعني التنفيس لا باس فيها، لكن الشكايه وش طلعني في هالجو وايش ودك نروح ونخلي هالديره وش هالديره، هذا عاد اللي فيه يعني اعتراض على قضاء الله وقدر. اما الواحد احيانا يعني ينفس عن نفسه بعض الكلمات اليسيره حتى بعد ما نحرج على الناس في كل يعني ما يستاؤون فيه، يعني احيانا الكنب ما يجوز له فنقول ها انتبه لا تتشكى. الشكايه يعني اتوقع انها من طبع الناس. انا تفضل ابو عبد الكريم، ايش رايك؟ والله ابدا من اللي انتهى فيه الدكتور. الشكايه طبع الناس، ان جاء البرد قالوا برد وان جاء الحر قالوا حر. جميل. يعني ما شيء يرضيهم. يا سلام. والحر يعني فيه زي ما قال ابو حسان، تتذكر وتنتبه، تنبيه للغافل عن حر جهنم. الله يكفينا وياكم اخواني. الله يجيرنا وياكم من النار. من يعني كلها خير. كلها خير. يا سلام. كل يجي من الله خير. ابو عبد العزيز. نبي نفهم شيء، الحر ممن والبرد ممن؟ من وين جيت؟ من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مسبب هالشيء. نعم. فمسألة تضجر ومسألة كذا، هذا الآن كأنك تعارض شيء الله أمره. أرض ما جاك يا أخي. نعم. سلم أمرك لله في كل شيء، سواء حر ولا يا أخي. حنا في نعمة، عندك مكيف وين حر معه. في ناس أنا نشوفهم حنا الآن في التلفزيون اللي تحت في الأمطار، مساكين الموية تمشي معهم تحت مو راقدين، نايمين تحت الموية، فحنا في نعمة وبس. أي أيوة والله. الحمد لله. أنا ما أدري، أنا لي وجهة نظر، وإذا خطأ صححوها لي. أنا أقول في شيء أستطيع تغييره، ممكن أشتكي منه، أستطيع تغييره. والله المكيف خربان، أشتكي إنه خربان فأستطيع تغييره. لكن في شيء ما أستطيع تغييره، هذا الكلام، الحر، البرد، الخريف، المطر، توقفه، ما أقدر، ما ليس بملكي وليس بيدي. هنا لابد أن إيش يصير؟
أنا أحمد الله عز وجل يقينا أن ما جاء خير من الله عز وجل، لا بد. ثم الأمر الثاني يا جماعة الخير، إلى جاء الحر ثم جاءك البراد، ما له طعم البراد؟ لا يعني خلونا نضرب لكم مثال، لو رحنا لبلد مثل شرق آسيا مثل أندونيسيا أو غيرها، الجو عندهم واحد طول السنة، طول السنة نفس الجو. أنا أجزم أنهم ما استمتعوا كما نستمتع إحنا بأجواءنا. صحيح حر متعب، ذا المهيدب قاعد بس يلعب علينا لا يجي حر يقطع القلب صح، لكن لجل براد. يعني أنت الآن في الرياض ثم رحت سيرت على أبها ثم جاك البراد، تقول له ولا لب قلب البراد، تراك تستمتع أكثر من أهل أبها ولا لا يا أبو حسان؟ أنت تستمتع بالبراد أكثر من أهل أبها، وشوحت خصوصا، وشوحت خصوصا ديرة أبو حسان. فلذلك حنا نقول الشيء اللي تقدر تغيره اشتك فيه مغيره بكيفك، لكن شيء ما تغيره قل يا ربي لك الحمد وسلم الأمر لله عز وجل. وش رأيكم في الكلام؟ جميل بلا شك. إن عندنا واحد من الأقارب يقول يا الله عسى الحر يجي، يتمنى الحر ما يداني البرد. سبحان الله، والله من يدخل البرد وهو الجاكيت والبشت ما يداني البرد. وناس العكس، وأنا أتمنى البرد دائما، ففيه كذا وكذا. لا هو شوفه طبعا، أنا يبدو لي أن الغالبية، ياريتكم تكتبوا لنا في الهاشتاج هل تحبون البرد ولا الحر؟ أنت تحب البرد أكثر. أي والله. وأنت يا أبو واحد؟ أحب البراد. وأنت؟ البراد. البراد. أنا أحب البراد. وأنت يا أبو علي؟ أحب البراد. وأنت يا أبو حسن؟ أحب البراد. ما تحبون الحر؟ شو إحنا مجموعة هنا ما نحب الحر كلنا، لكن نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه. الحمد لله على كل حال. أنا أبغاكم في الهاشتاج تكتبون لنا، شاركونا يا جماعة الخير، لا تبخلون اللي يسمعنا الآن، لا تبخلون علينا، نبي في الهاشتاج والله أنا أحب الحر، لا أنا أحب البرد، أنا أعطونا بس نشوف وش الأكثر. تبون ننزل تصويت؟ إيه نس مو بزيان ننزل تصويت. خلص ها. بنزل تصويت في الأكارم 63 الآن، وش تحب أكثر الصيف ولا الشتاء؟ وعطونا آراءكم، نبغى على ما قال نشوف تفاعلكم معنا. سأل الله أن يسعدكم جميعا. فيها أحد من يروى عنهم يقول عنده بنتين، كل واحدة متزوجة وراها ديرة، فهو في ديرته ويسولف هو يا أم العيال، قالت يعني تسأل وش رايك، ندعي الله عز وجل أن الله يجيب المطر. قال إن جاء هوى فبنتي فلانة هي وزوجها يسوون فخار، وبنتي فلانة إن جاء الهوى في مزرعتها واستمر الهوى بدون مطر مزرعتها تتلف، وإن جاء مطر اللي عندها المزرعة تبي تستانس، واللي عندها الفخار تتورط، منتجاتها بتخرب ما تنشف، ما ينشف الفخار مع المطر. في النعمة التي تنزل من الله عز وجل فيها خير لقوم، وقد يكون في وقت ما فيها خير لقوم آخرين. نعم. فقضية أنها يعني أشوف أحد القرى في سيبيريا عندهم السمك حاطينه في البسطات، حاطينه في أعواد كذا، ما يحتاجون فريزرات ولا ثلاجات ولا شيء، الجو تحت الصفر. فأي شيء من الله عز وجل له حكمة لا شك في ذلك. وثاني شيء في ناس مستفيدين، يعني أنت الآن في الجو الساحلي ما تستفيد، تكره الرطوبة وما تحب الرطوبة، بعض الناس هذا حياتهم صح، في الرطوبة وفي البحر وعيشة البحر ورزق البحر، يعني إذا ما استفدت ترى في غيرك يستفيد. لا وفي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا الحكمة، الحكمة. الرياح هذه نضايق منها، والرياح هذه فيها فوائد، منها لواقح، لواقح في القرآن، وبعض الأشياء اللي تنفي الأرض تنظفها كذا، هذه من الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله شيئا إلا لحكمة. في الحر في فوائد، البلح لو ما الحر ما نتج البلح، صحيح، طباخ رطب صح ولا لا؟ أي نعم. كذلك الأشياء، بعض الفواكه الثانية، بعض الخضروات، بعض الأشياء هذه
لوم الحر يمكن ما تنتج. صحيح. فهذه لله فيها حكمة. أيوة. إننا نستسلم لما هذا من في مثل في نجد يقولون الله يجيب الجراد ولا يجيب المطر. وش معناه؟ الجراد معناها في بعض الناس طبعاً مو بكل الناس. أها. يقول الله يجيب الجراد ولا يجيب المطر. هل اللي يبيعون شو اسمه الجراد؟ لا لا الزرع اللي يبيعونه يبغون يبيعونه قبل ما يجي الجراد قبل ما يجي المطر ويحوسه. فهم يبغون يبيعونه قبل. فيبيعونه يسمونها صلايب أو كذا. فيقول لا باعوه خلاص عقبها يجي الجراد، لكن لا جاء الجراد لا جاء المطر بيحوسه. لذلك يقول الجراد ما بماكل ذا، لكن بيلعب في الزرع وفي غيرها. فهم قال الله يجيب الجراد ولا يجيب المطر. وفي ناس انت تبي المطر ولا تبي الجراد. يعني الناس غاية لا تدرك ما في شك. ولذلك التنويع نعمة من الله عز وجل. أسأل الله أن يسعد الجميع. ترى العافية تحسن كل شيء. ما في شك. أنا أشهد العافية. أي والله العافية. أسأل الله أن يمتعنا في الصحة والعافية. ومن يشاهدنا ومن يسمع كل مسلم يا ربي. وعبد العزيز حلق بنا يا حبيبي. أعوذ بالله.